في أحد أشهر المقاهي الحديثة ببغداد، الجميع يجلس هنا، التاجر والمعلم والصحفي، وكل له رأيه، يختلفون، وتبقى القواسم المشتركة بينهم وهم يتحدثون عن شكل الحكومة التي يريدونها. ابن اللي يحكم يكون الدافع الأساسي وطنيته، ويعمل فقط لأجل العراق ولرفاه الشعب العراقي. أغلبية راح يتفقون على أنه حق المواطن هو رقم واحد، أما الحكومة التوافقية اللي تتوزع وزاراتها كلنا نعرف عانينا من أنه فساد في الوزارات، تحكم بها. في المقاهي الشعبية يختلف الأمر بعض الشيء. الصورة تبدو أوضح هنا بالنسبة لهؤلاء الشباب الذين يقولون لا بديل عن حكومة الأغلبية. احنا كشباب مع حكومة الأغلبية الوطنية، خرجنا بثورة تشرين ساحة الاعتصام، ساحة التحرير، من أجل التغيير، وقدمنا شهداء، قدمنا جرحى. أنا أحد الجرحى، أحد المصابين ثورة تشرين. في الشارع وفي كواليس السياسة يتصاعد الحديث كثيرا، وتتقاطع المواقف بشأن شكل الحكومة. انقسام الكتل الشيعية المتصارعة عقد المشهد كثيرا، في ظل إصرار الصدر على حكومة الأغلبية ورغبة الإطار في التوافقية. بين الإطار والتيار ضاعت فرصة القرار، وهربت الديمقراطية ولاذت الديمقراطية بالفرار. نحن اليوم أمام هذه الجدلية بين الحكومة المسمى توافقية ومن جهة أخرى أغلبية. بدأ الشعب العراقي لا ينظر إلى العملية السياسية برمتها إلا أنها على أنها سوق نخاسة لبيع المناصب وشراء الذمم. في الجانب الآخر يستمر الخلاف الكردي بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية، حتى بعد زج الديمقراطي الكردستاني بريبر أحمد الوزير الأمني العارف بدهاليز السياسة. استمرار الخلافات بين أطراف العملية السياسية يعقد تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت ترتفع فيه المطالب الشعبية للوصول إلى تشكيل حكومة قوية قد تنهي 18 عاماً من التدهور والفساد. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.